Next program, telling hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by level 2 twinkles. Participants, Nafisa Kenza, Tanziha, Fatima Tufayha, and Faisha Tashaza. First, Nafisa Kenza. Next, Tanziha. Next, Fatima Tufayha. Next, Aisha Tashaza. Assalamu alaikum. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك توم الإيمان والرضل بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وإعادة المريل واتباع الجنائز وإجابة التوبة وتشميت الآتيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له أجر وليس ذلك بأهل إلا للمؤمن إن أصابته ضراها وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراها وصبر فكان خيرا له. جزاك الله خير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وابتلى أسأب أن ماله أغلط فلا لهمزة النفع الأطمة وما أدراك ما الأطمة نار الله الموقدة التي تطلع على أفئدة إنها عليهم موصدة في أمر مؤددة. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وإعادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت الحافز. قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أجاب لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرا وليس ذلك بأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراحة وصبر فكان خيرا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان على الرحمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. جزاك الله خير.